انا عايز اخد شويه ديتيلز، يعني عايز اصور عينيها لوحدها، بقها لوحده، ايديها وسطها. اهلا بالنجم، ان شاء الله تكوني انبسطتي في البرنامج. ما بترديش ليه يا نادر؟ عايزينك نجهز اول شو فالحه بس تردي على المذيع. كنت عايز نعمل ايه يعني؟ يعني اللي كسبوا من وراكي دول يا نادر كانوا شحاتين قبل كده، دي اول مره يكسبوا في حياتهم. تقصدي مين بقى؟ لا يا بني انا مش قصدي انت خالص، صدق انا بس كنت عايزه ارد عليه. انت ما شفتش الوقت كان مطول سنه عليها ازاي يرضيك كده؟ ملوش حق، ده انت كان ناقص تعيطي وتقولي له انا حاكي مش همسح الاستوديو عشان خاطر عيني. يلا قومي البسي بقى. البس؟ البس ايه؟ ولا لابسه اهو. لا يا حبيبتي البسي عشان خاطر هنكمل الغنوه. والنعمه الشريفه انا تعبانه والواد ده خنقني وخلى مودي زي الزفت، مش قادره. خليها بكره. تعبانه ايه؟ وانا بقول لك قومي البسي عشان تقومي. الغنوة هتتذاع النهاردة والماتش النهاردة، يلا حبيبتي. يعني مغسل قوي ده من جنة، ده من احنا لسه بالماتش قوي. والله ما كسبناش المناسبات جاية كتير. عيد الثورة، عيد الجلاء، عيد النصر، عيد الحب.